اتيكيت اليوم بموضوع كوربوريت جديد، ورح نحكي مع نادين ظاهر عن المساعد الخاص او البيرسونال اسيستنت. اهلا وسهلا فيك نادين. صباح الخير. يعني مواضيع اللي عم نرجع نطرحها هي يعني بترجع لمجال العمل، لانه بدنا نستمر بالعمل للحقيقه، واليوم في كثير طلبات وفي كثير ناس عم بتهاجر، لحتى نرجع هيك نجرب نخليها كمان معنا. ليه اخترتي هالموضوع؟ لانه هو كمان موضوع كثير دقيق، يعني دايما عالم تسالني بتعرفي فرق بين السكرتير والبيرسونال اسيستنت. هو نسك السكرتاريا اول شيء فيك تكوني عملتي اذا بدك درس، يعني دراسه كامله، وبتعرفي شو الواجبات وشو الحقوق تبعولك، بتعرفي بيكون شيء مجهز. والاشخاص اللي وقت اللي بيكون عندهم سكرتير، حتى لو كان سكرتير خاص، بيختلف هيدا الجوب او هيدا العمل عن المساعد الخاص. فشو الفرق بيناتهم؟ انا طبعا ما رح احكي على السكرتير، رح احكي بس على البيرسونال اسيستنت. وكثير ناس سالتني على هيدا الموضوع، كون هلا كمان في كثير شخصيات عم تطلب هيك وظيفة، عم تطلب هيك أشخاص. فالعالم سألتني إنه شو المواصفات اللي لازم يتحلى فيها هيدا الشخص، وشو الأشياء اللي لازم ننتظرها منه، وهو كمان شو لازم ينتظر من يعني وين يقول لا. لأنه كمان اليوم بعصر الإنترنت هالإيميل اللي مفتوح 24/24، كمان قدي لايق إنه يوصل إيميل للبيرسونال أسيستنت الساعة 3 وجه الضو، والساعة 8 عشية، ونهار السبت بالليل. يعني كمان هون دوامات بفتكر يمكن من اهم الاشياء اللي رح تذكريها حضرتك. صحيح. هلا اول شغله لازم يتحلى فيها هي الوقت، يعني يعرف يعمل اداره وقت. اداره الوقت كثير ضروريه، لانه وقت اللي يكون شخص اجمالا يلي بوصفه بيرسونال اسيستنت مساعد خاص، بيكون هو شخص عنده مشكله باداره الوقت تبعه، بيكون ممكن يكون عنده كذا عمل، كذا شركة عم بيديرها، كذا شغلة بده يهتم فيها، فلهالسبب بده شخص يكون ماشي وراه بكل التفاصيل. فإذا هي إدارة وقت هيدي بشكل كتير عالي، ولازم كمان يكون إذا بدك خفيف، ما بتحسي فيه، موجود ولكن الواحد ما بيشعر فيه، لأنه البيرسونال اسيستنت موجود مع هذا الشخص يعني تقريبا 24 خلال دوام العمل كله بالقليله. البيرسونال اسيستنت كمان ما عنده دوام عمل، هيدي من الاسس يلي الواحد لازم يعرفها بالبيرسونال اسيستنت، لانه وقت اللي انت بكون عملتي اخذتي هيدا الجوب، انت بتعرفي انه مسافه او مساحه الوقت اللي باقي لك انت، طبعا عم تقبضي حقه، لانه انت هون الفرق بين السكرتير وبين البيرسونال اسيستنت، ان السكرتير عنده دوام من 8 لل 5 محدد، وعنده واجبات محدده، بينما البيرسونال اسيستنت هو شخص او عنده طبعا شخص كثير لازم يكون فلكسبل على الوقت. بدنا نحكي باي مجالات تحديدا؟ لانه طبعا بالمجال الفني مع فنان، غير مع مدير شركه، غير مع شخص بيشتغل يمكن بعالم الازياء او غيره. وخليني اذكر اكيد مشاهدينا بانه فيهم يتواصلوا معنا على 0464 خلال حلقتنا وموضوعنا عن البيرسونال اسيستنت او المساعد الخاص. وين الحدود؟ وين الواجبات؟ وين الحقوق ايضا؟ نادين، والمهارات، انا اليوم كمان بدي يعني بحب ركز اكثر شيء على المهارات، المهاره اللي لازم يتحلى فيها هيدا الشخص. فاذا اداره الوقت اولا، ثانيا انه يكون كثير خفيف بوجوده ولكن ذكي جدا، لانه هو عليه ينتبه للتفاصيل الدقيقه، هو بيعمل الميتينجز، هو بحضرها، هو بيكتبها، هو بيرجع بينتبه للتفاصيل، للاشياء اللي طلعت عن رب العمل يلي قالها، يلي طلب منها، يلي وافق عليها، يلي ما وافق عليها. بده يكون عنده كثير 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 حس دقيق للملاحظه، يعني هيدي شغله مش كل العالم تقدر تعملها. بده يعرف يشتغل تحت الضغط كمان، ان البيرسونال اسيستنت لازم يكون بيعرف يشتغل تحت الضغط، لازم يكون عنده شخصيه
كتير ملياب، بتقدر تستوعب، بتعرفي الناس وقتها بتشوف كتير أشخاص بيصير عندها نوع من تمبرمنت، يعني بيكون عندها إذا بدك عصبيين شوي. ممكن يكونوا يقولوا أمرار كلمات، يعلى الصوت شوي، فهذا الشخص مش معناته يكون خنوع، مش معناته أنه مش معناته يقبل بقلة الاحترام أو قلة التهذيب. بالضبط، الإهانة وقلة الاحترام وقلة التهذيب مش مفترض لو كنت عم تقبضي شو ما كنت عم تقبضي، ولكن اليوم وقت اللي بيكون في عندك شخص عنده هو اوريدي ضغط كثير كبير، فهو جايبك لتخفف. بس هون نادين يعني كمان المسؤوليه بتقع على الشخص اللي وظف ايضا، لانه هون عم نحكي هلا عن مهارات مهنيه، يعني نحن اذا اليوم بدنا نحكي عن يلي هي مفروض تكون مكتسبه ومفروض تكون محطوطه بالمعايير هالوظيفه هيدي، فمن شان هيك مفروض تكون تحصيل حاصل. يعني نحن اليوم رح ننتقل على الشق الاتيكيت او على الشق التعامل باللياقه يلي لازمه كمان من قبل الجهتين، يعني طبعا. اكيد هلا نحن خليني بالاول كفي لك لي لازم يكون كمان عنده، لان في كذا شغله، لازم يكون بيحفظ السر، لان يكون في يكون كاتم اسرار، انا لا شفته لا حكيته لا سمعت، حتى من بعد ما يترك الوقت. هلا من بعد ما يترك بيكون اجمالا الاشخاص يلي وظفوه ماضينه على كونترا ممنوع يقول اي شيء. هيدي كمان جزء من الاشياء يلي الواحد لازم يعرفها، يعني لازم يعرف هو على شو مقدم، لانه اجمالا البيرسونال اسيستنت هو معاشه، يعني اذا ما لح قال لي كتب ممكن يكون اكثر، كونه بيشتغل وقت كتير عالي وكون الضغط عليه كتير عالي، يعني بيجي بيكون الضغط عليه أكتر من بكل المجالات نادين، أو في مهن بتختلف عن غيره. هلأ شوفي حسب كمان كل شخص، إذا كان وقت اللي بتوصفي أنت شخص بتقولي personal assistant، بس لازم تعطيه job description، يعني لازم تقولي له أنا بطلب منك 1 2 3 4 من خلال إذا بدك أنت حاجتك لإله. هلأ في ناس كل ما يعلى كل ما يعلى بوزيسيون تبع رب العمل، كل ما يكون الشغل تشالنجينج، يعني فيه تحدي اكبر، وكل ما يكون كمان بيندفع لك اكثر، لانك انت اليوم عم بتوقفي، انت بدك تسافري كل الوقت معه، يعني اذا هو بيسافر انت بدك تدبري المطارات، انت بدك تدبري التيكتس، انت بدك تجيبي الهدايا، يعني كل هيدا، وانت طبعا بيكون عندك تيم تحتك، مش انت بدك تعملي كل شيء بايدك، انت بيكون عم تعملي اداره كمان لهيدا التيم، ولكن انت سفيرة هذا الشخص، يعني اذا بدك تفكري فيها انه هذا سفير لا هذا الشخص، مثل ما السفير ممثل مثل ما السفير بيمثل رئيس الدولة الشخصي، فإذا هي بهذا الإطار، فلازم تكوني بتعرفي، بعدين لازم يكون عملوا لك تريننج شو ماهية العمل، شو مطلوب منك، لأنه أنت وقت تتعرفي على مهنة جديدة أو تفوتي على شركة بدك تعرفي شو هي. بس نادين شو الحدود تبعها؟ يعني شو الليميتيشن؟ الأخلاقيات، يعني أنت هلا هون خليني أقول أنا اللي كثير نحن بنتوقف عنده، انه اليوم بلا ما يكون في بيرسونال اسيستنت، بلا ما يكون في اشخاص يعني اذا بدك عم بيشتغلوا بهذا الاطار، اليوم الاخلاقيات تبع العمل هي لازم تكون بيسك، لازم تكون موجوده وين ما كان، مش اذا انت بيرسونال اسيستنت او سكرتير او شو ما عم تشتغلي، اذا عندك اخلاقيات لازم تبين بكل العالم. انت الحدود تبعيتك انه وقت اللي بيطلب منك الشخص امور غير، مش رح اقول بس اخلاقيه، غير ممكن تحقيقها، يعني اذا انا اليوم بدي اقول لك، اليوم قلت لك بدي سافر بعد ساعتين وانا ما عندي طياره خاصه، يعني حضرتك ما عندك طياره خاصه، طبعا هيدا الشيء غير ممكن وما بدي ادفع هالقد، فاذا انت وقت اللي بدك تطلبي في استحاله لتنفيذ هالموضوع، وقت اللي بتكوني عم تطلبي طلبات لازم تكون طلباتك اولا معقوله، مش انه انت جبتي سوري يعني هي منع عبوديه، يعني مش انه جبنا حدا لحتى هو يحقق لنا المستحيل، بده يحقق لك المستحيل بدك تدفعي حقه. قد ايه لازم نحافظ على بده يكون في امكانيه تحقيق المستحيل؟ قد ايه لازم نحافظ على حياه المساعد الخاصه؟ كمان لازم نحافظ، هيدي كنت النقطه الثانيه اللي بدي احكي فيها، كمان لازم يكون في مسافه، يعني البيرسونال اسيستنت هو شخص موجود لمساعدتك وليس لخدمتك.
يعني في فرق، يعني في فرق كتير كبير بين هدول الامرين، المساعده والخدمه في فرق بيناتهم. المساعده انت بتعرفي انه هيدا الشخص اولا عنده حياته الخاصه، عنده ظروف، بتحترمي اوقات اللي اتفقتوا عليها، يعني بتحترمي الفاكيشن لانه هو اشياء بتبقى محدده، مش انه انا بس اخذتك 24/7، يعني ما فيك تقولي انه انا لانه عندي مساعد خاص. هلا كمان شغله ثانيه، بصير في اتفاق على الاليه، يعني حضرتك قلتي فيني ابعت ايميل الساعه 3 الصبح، فيني ابعت بس مش مجبور يجاوب، بس مش مجبور يجاوب، فيني اتصل، فيني ابعت نوت لانه انا حياتي مختلفه عنه، ببعت نوت بس انا بعرف انه هيدا الشخص يتكل عليه، ريلايبل، هيدي من الاساسيات كمان، اذا انت ما بتحس حالك انك قادر تشتغل تحت الضغط وقادر تعمل بيرفورمنس عالي، يعني قادر يكون عندك انتاجيه عاليه، بليز ما تقدموا على هيك مهن، ما تقدموا على هيك جوبز، لانه هيدي بدها كمان مهاره خاصه وبدها يكون شخصيه الانسان قويه، لانه انت كمان بدك تعرفي كيف تفتح بواب. هلا من هيدي المحل، هيدي المهن هي شوي فيها مثل قلت لك تحدي، يعني كيف هلا الاكستريم تبع اللي كنا عم نحكي مع امين، فيها تحدي، فيها تحدي للذات وفيها تحدي للاخرين، لانه بده يكون في عندك امكانيه على ضبط اعصابك 24 ساعة. هلا اليوم كرب عمل انا لازم اقدر هيدا الشخص 10 مرات اكثر، لانه بدك تعرفي انه هيدا الشخص عم بيهنهي لك كل امورك، وفي ناس كثير بتضلها بيرسونال اسيستنت مع اشخاص مع ارباب العمل 20 و30 سنة ما بيتخلوا عنهم، وحتى وقت اللي بيتركون بيضلوا في اتصال لانه بيعتبروهم صاروا جزء لا يتجزأ من عائلتهم. يعني يتخيل هالشخص هالرب العمل حياته من دون البيرسونال إيه؟ ولو لحظة يعني من النهار قد ايه بتكون عن جد فيها صعوبة، لأنه دايما الشخص بيكون عنده هموم تانية أو بيكون عنده أكتر، يعني هو بالواجهة يعني عم بيشتغل العلاقات، عم بيشتغل الامضاءات، عم يستعمل اسمه. برافو رانيا، هو هيدا الشخص له حق يستعمل اسم هيدا الشخص، يعني انا وقت اللي بقول بيرسونال اسيستنت تبع فلان الفلاني هيدا مفتاح، لانه انا معناتها عم مثله، قلت لك مثل السفير يلي عم بيمثل هيدا البلد. انا بعد دقيقتين عم نتلقى اتصالاتكم على 0464، بعد عنا وقت ولا لا؟ كنا عم نجرب هيك نزيد شوي الوقت. نادين، يعني اخر اذا بدنا نقول توجيه هيك قبل ما نختم، كمان بدي اقول انه لازم يكون عنده استعداد انه يتعلم اشياء جديده، لانه لازم يكون الافاق جديده، في كثير امور لازم يعني بيخلق عنده تحديات، اذا شخص بحب الامور العاديه والروتينيه هيدا موضوع، هيدا هي مهنه مش لحضرته. نادين، على كل حال بنرجع دائما للمبادئ الاساسيه للاتيكيت، يعني الاحترام والصدق والشعور بالاخر. اكيد فهون الشعور بالاخر عند رب العمل لازم تكون 10 اضعاف مثل ما كمان المساعد عم يعمل 10 اضعاف زياده. ان شاء الله دائما نلتزم بهالامور، وان شاء الله كمان مش بس على صعيد المواطنين، على صعيد القاضي بين مزدوجين والمواطنين. يا نادين رح ناخذ بريك وبنرجع.